الثاني من أكتوبر. جاك كارتيه بحار ومستكشف فرنسي، اكتشف في الثاني من أكتوبر من العام 1535 موقعاً أسماه مونت ريال، أي الجبل الملكي، وهو ما يعرف الآن باسم مدينة مونتريال الكندية. وكان ذلك سبباً في مطالبة فرنسا بملكية الأراضي التي تعرف اليوم باسم كندا. خطوات تطوير التلفزيون كانت نتيجة عمل لعدد من المخترعين، ولكن المخترع الأسكتلندي جون لوغي بيرد قام في الثاني من أكتوبر من العام 1925 بتجربة أول تلفاز في العالم. وفي الثاني من أكتوبر من العام 1941 شنت الجيوش الألمانية هجوماً على موسكو استمر 7 أشهر، وشارك فيه أكثر من 2 مليون جندي من الجانبين. انتهى الهجوم بانتصار القوات الروسية وتغيير مسار الحرب العالمية الثانية. رئيس وزراء الهند الأسبق راجيف غاندي نجا في الثاني من أكتوبر من العام 1986 من محاولة اغتيال قام بها ناشط من السيخ، ولكن مجموعة من السيخ تمكنت من اغتياله بعد 5 سنوات. في الثاني من أكتوبر من العام 2003 تم تدشين محمية جابر الكويت البحرية، وتم وضع مجسم بوابة دسمان في قاع البحر وتركيب 4 بوابات وإطلاق حوالي 400 سمكة من نوع البالون.